بالحلقة الماضية سألتكم انه شلون؟ هاي كيفكم؟ بالحلقة الماضية سألكن كيف؟ ايه بالحلقة الماضية شو رحم قصة تعليقات ما علينا بعتذر. بالحلقة الماضية سألتكن انه اذا انت كنت صاحب شركة تليفونات وحبيت تصمم تليفون مخصص للعرب فقط شو بتحط له ميزات؟ خلينا نشوف المقفلين شو علقوا شو؟ قصة تعليقات بدي شارك بضيف ميزة انه التليفون لحاله كل صباح يحمل صورة عصفور ويكتب عليها صباح الخير ويبعتها لكل جروبات الواتساب مشان يحسوني منهم وفيهم خليه يفهم على امي من اول حرف لانه هلكتني بين قوسين يكتب شو يعني؟ شو التعليقة اللي جابتي؟ حلو كتير حلو على فكرة شو حلو؟ لا ما فهمت يعني؟ تخلي التليفون يفهم على امه من اول ما بتكون عليها كيف يعني التليفون بده يفهم على امه من اول يفهم عليها شو؟ ايه اسمع تليفون مش مارد يعني مش مارد غباء غباء نزعت الحلقه يكتب لانه بتضل مش عم تصيحي مثل غراب مش عم تصيحي مثل غراب عفك انا بقلبك بضيف تطبيق يمسح كل شيء من عليه لما يسمع صوت بابا ويحط صورته خلفيه والله تعليق بجنن يسعد لي قلبك هيك ها تعليق انا بضيف تطبيق بيمسح كل شيء من عليه بس يسمع صوت بابا وبحط صورة بابا خلفية هاد نفسه يا لعنة ام الغباء انا بحط ميزة لما يكون قاعد عم بشتغل عليه ويجوا اهلي يصير كتاب بضيف ميزة انه يطلع من المحادثة لحاله بس يشوف الثاني عم يكتب مشان الهيمة على فكرة هي انا بسويها بس شوف حال عم يكتب دغري قال سكر برامج كلها قال بقفل التليفون بعدين تن تن بعدين بعدين افتحه مو بضحك لك انت كنت عم تضحكي ها؟ عم سلك والله بضحك شوي نتفي ابدا لعجل اصدقائي كثير منكم حكوا لي ان فقره مقفل متغيره ما فيها تعليق ذهبي، هي الحلقه فيها تعليق ذهبي وكنت ناوي اعمل لها جو وكذا وهيك بس هي اجت تستر اختكم حالي يا اخي الاولى بقلولة صاير معها شيء كذا، روح يلا ارد عليكي ايه شو يعني ايه؟ ليك شو؟ اقسم بالله بجيب العصاي وبرقك فيها الله عليك الله عليك بعمل ميزه يرتب الحبيبات بالترتيب مع معلومات كل وحده منهم علي بابلي بقص إيدي زمو أنت مبارح كنت بالفيسبوك بأشخاص قد تعرفهم عم تضيف البنات الموجودين بعد لهم ممكن تعرف شو إنه أنت أساس عم تشاركي بالمقفل ليك أنت خليكي بالرياكشن تمام؟ هون الجو مختلف شوي بضيف ميزة إخفاء اللقطات الرومانسية لحظة دخول الأهل لعندي بكون المسلسل عبارة عن دقيقة عن دقيقة لحظة عن دقيقة عيدي وبكون المسلسل عبارة عن دقيقة لحظة رومانسية والباقي كله أكشن بيدخلوا بهاللحظة يعني أنسب ميزة ليش هيك عم تقرأي مثل طالب صف ثالث كاتب موضوع تعبير ورايح؟ ما علينا الضاغط اللي بعده ميزة إنه أعرف الشاب من البنت عمري ما أنك محتاج لتليفون لتعرف الشاب من البنت يعني مثل كأنك عم تقلي بدي ميزة للتليفون يميز الألوان ترى أنت بتميز أصدقائي ضيقة أم جاي لكم ما بدي اصنع ولا تليفون لانه عندي واحد اخر صيحه انه خف علينا يا حامله تليفون من المستقبل يا حامله تليفون راجع فيه بالزمن يا ايفون 17 ترى مجرد تقفيل مش ضروري انه مزح جو يعني مش ضروري تعبي تساوي لنا انه حركات شوفوني وانت ترى مجرد فقره مقفل ما في داعي تكون فيها مش ضروري تعبي تساوي لنا فيها حركات شوفوني حاطه شغله على اداني العمى شيل السطوع العالي تبع الشاشة ليش؟ طب بلكي بدك تستعمل الموبايل بالشمس كيف بدك تشوف؟ شو؟ ما بضيف شي بصراحة لأنه حرام يحملوا موبايلات العرب أصلاً عساس أنه أنت كاتب هاري الكومنت من الميكروويف يرحم جدك آخ يا ربي كاتبها من الألي حاسبة لا من الميكروويف أنا شفته لا بلا لا لا الألي حاسبة لا طيب بضيف ميزة الكاميرا الكاشفة اللي بتكشف ما وراء الستار مرام شو بدك تكشفي يعني؟ ما بعرف مسامح كريم ولا شو السالفة؟ بضيف ميزة كاتم صوت لصوت أمي أثناء اندلاع الحرب في المنزل
اوكي هلا هي لو كنت صاحب شركة امهات بس تليفون شو بدك تعمل عليه؟ ما غيرت بالتليفون. بحط ميزة بعد ما يفصلني اسمع شو بيحكي علي. واعف والله اذا بتحطيه انت عندك وانا بعد ما سكر بتسمعي ما بيتم في حكي بيناتنا ولا لحظة. راحت. اوكي يحذف القنوات الزرقاء من اليوتيوب مشان ما اشوف عصام هو وعم ياكل. بضيف ميزة تحديد موقع المتصل به مشان ما يدق لك الا 5 دقائق يكون عندك وانت بتكون بابرمانة وهو بالغوطة. بنزل برنامج حظر المحتوى العنيف او الصادم مشان بصمم تليفون ما بتنكسر شاشته ابدا. بظن كل الشعب عم يعاني من هي المشكله مثلي. يا زلمه صار لي مغيره 3 تليفونات مرة هالقصة. فعلا شاشات التليفونات كتير شغله. بس النكته وين؟ ضيف ميزة انه لما تقله باي للواحد لحاله بيقفل الخط لانه بيرجع بيفتح قصة جديدة. وبضيف ميزة انه يحذف سجلات تطبيق كروم تلقائيا عند طفي الجهاز. بضيف ميزة عالم مشاهدة فيديوهات وسام تيكي من اجل الحفاظ على عقولنا سليمة. تفكير حلو تفكير صحيح. وبضيف ميزة التليفون ما يخلي اي حدا يرن عليك وانت عم تلعب بوبجي. الآن سارع بشراء هاتف ضد الحسد، مواصفات الشاشة ضد العين، كاميرا ضد الحسد، معالج ضد الجن. هذا بينبع. وبحط ميزة إنه يدفع الناس يلي بتجلط من ورا الشاشة ومش قادرين ونطولن ندفع عليهم. إيه بس هيك يعني إن تليفونك هو كمان هو ورا الشاشة بيكون بالنسبة لتلي يعني حيدفع عليك يا صديقتي تليفون هيك. لأنه إيه هو تليفونك قدامك. انه ما ينكسر لانه اذا خسروا بيكسروا. اذا خسروا بيكسروا مش ضابطه. اذا خسروا بيكسروا كمان مش. واذا خسروا اخسروا كمان مش ضابطه. يعني حاولت كثير بس حلو حلو الكومنت على راسي. هلا فيك حبيبي شكرا لك ملك الببجي. هلا حبي. هلا يرن لما يكذب حد علي وهو بيحكي مع بعدين شلون بده يرن لما يعني هو تليفون مو هم ما هو مارد صح تليفون ميزة بالتليفون. شلون بده يرن اذا هذا كذب عليه من مفكر انا راح اضيف ميزة تجسس لاسمع قبل المكالمة بعشر ثواني وبعد بعشر ثواني. اوكي بعد بعشر ثواني شفناها بتعليق ثاني. اما قبل بعشر ثواني سؤالي لإلك شلون تليفونك بده يعرف انه انت بعد 10 ثواني راح تتصل؟ بضيف ميزة النت المجاني يعني بضلوا على الببجي 24 ساعة. حبي النت من السيم ما التليفون ما بيجي فيه نت يعني انه والله يا اخي سهل السؤال. طيب شرحت لكم اياه وقلت لكم شو اسمه. اخي يا ربي خلص قررت تصير سوي فيديوهات رياكشن. بحط عليه صورة محمد صلاح. اخي شو نوع تليفونك اللي لهلا ما بتحسن تحط فيه خلفية محمد صلاح؟ ليش تليفونك ما عم يخليك من هلا تحطه؟ ليش ناوي تصير صاحب شركه مشان مظلوم انت اخي؟ في بي ان اقصر كومنت بتاريخ مقفل. لهو بتكون خلصت فقره مقفل. والتعليق الذهبي لهي الحلقه كان من جوشو قال تضيف عليه قنبله تتفجر على بصمه ابي. العبقري الملك الوحش يسعد لي قلبك. عن جد تعليقك بجنن. وين جيتي؟ أنا بس لحالي بدي ارجعي لو سمحتي. طلعك من الفقرة ارجعي. أما سؤال فقرة مقفل للحلقة الجاية إنه بتعرف على طول إن إحنا بصير إنه في ناس كتير ما بتحب تحكي اسم أمها لحدا هيك يعني عاداتنا وتقاليدنا ومشرفنا إيه فإنه إذا واحد سألك شو اسم أمك شلون تتهرب يعني إنه في كتير مليار ألف طريقة ممكن يعني. فمثلا أنا مثلا بقول له انفراس. مين معلمك هالتقفيل بايخ؟ بيض بيض اع يلا برا برا. انت شو بتجاوب؟ اسم ستي. يا اسم امه؟ لا اسم ام لا اسم اسم ام ستي. اسم ستة يعني؟ ايه لانه هي ام ست امك. ايه ايه يعني ام ستي ولا ست امي؟ ست امي. بس شي غبية. بشوفكم الحلقة الجاية. اتركوا لي كومنتاتكم مهضومة بالتعليقات وباخذها بكرة ان شاء الله. احبكم احبتكم.